تحميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا يرتد ونعافقد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك ويقوم لنا ونعوذ بك من الشر. اللهم انا نسألك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.